معي عبر الهاتف الأستاذ صلاح مغاوري، الكاتب الصحفي ونائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط. أستاذ صلاح، بداية تحية لك، ومع اختتام فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة، الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن عددا من القرارات بناء على توصيات المنتدى، أبرزها إعلان عام 2022 عاما للمجتمع المدني. كيف تابعت ذلك؟ هو بالفعل الرئيس أعلن العديد من القرارات التي جاء في مقدمتها إعلان العام الجاري 2022 عاما للمجتمع المدني. الرئيس أطلق العديد من المبادرات، ومنها ضرورة تكليف مجموعة من شباب مصر والعالم للمشاركة الفورية في الإعداد لقمة المناخ التي ستعقد في شرم الشيخ في نهاية العام الجاري. أيضا كلف مجلس الوزراء بإعداد تصور شامل مع شركاء التنمية لتحقيق امتداد إفريقي للمبادرات التنموية المتحققة بمصر، إلى جانب العديد من التكليفات الأخرى. إعلان عام 2022 عاما للمجتمع المدني يحمل في طياته الكثير من المعاني، خاصة وأن مصر عانت خلال الفترة الماضية من هجوم غير مبرر من جانب بعض الذين يدعون أنهم حريصون على تفعيل مفاهيم حقوق الإنسان بمفاهيمها المجتزأة. الرئيس ومصر أمام محفل الأمم المتحدة عبر أكثر من مرة أن مصر عندما تتحدث عن حقوق الإنسان تتحدث بمفهوم حقوق الإنسان الشامل، الذي يعني الحق في الملبس والحق في المأكل والحق في الحياة الكريمة والحق في المسكن الملائم والكثير من والحق في الصحة والحق في التعليم وغيرها من الحقوق التي يجب أن تراعى عندما يتم الحديث عن مسألة حقوق الإنسان. فإعلان الرئيس عام 2022 عاما للمجتمع المدني أعتقد أنه يحمل الكثير من المعاني، وأن مصر تستهدف تفعيل أطر المجتمع المدني ومجتمع الأهلي من أجل الحفاظ على هذا المجتمع باعتباره شريكا في التنمية داخل المجتمع المصري، والذي يجب أن يكون تحت مظلة القانون والدستور المصري ولا يعمل بمعزل عن هذه المفاهيم والأسس الشرعية التي يجب أن ينطوي داخلها أي تنظيم وأي عمل نقابي أو عمل يستهدف يعني المعايير الإنسانية السليمة. إلى جانب أنه الرئيس عندما كلف الأكاديمية الوطنية للتدريب بإعداد برامج تدريبية متخصصة للشباب العرب والإفريقي، هو يستهدف من وراء ذلك أن مد الأكاديمية المصرية أو الأكاديمية الوطنية التي يعني استطاعت خلال الأعوام القليلة التي عملت في إطارها تحقيق الكثير من المفاهيم، وخرجت دفعات كانت بالأمس تسلمت شهادات التخرج. هذا الامتداد الإقليمي والإفريقي والعربي أعتقد أنه يحمل معاني كثيرة، أيضا أن مصر تستهدف يعني التنمية داخل محيطها العربي والإفريقي، ولا يقتصر هدفها في تحقيق التنمية على مواطنيها فقط، ولإنما يعني بدورها الإقليمي ودورها الإفريقي هي يعني تمد يدها بالعون والرعاية لجميع أشقائها وشقيقتها من الدول المجاورة. نعم. أيضا طيب، من ضمن القرارات المهمة أيضا والتي تفضلت بذكرها تكوين مجموعات عمل من شباب المنتدى للإعداد لقمة المناخ المقبلة، هذه أيضا يعني وغيرها من القرارات إشراك لمنتدى الشباب في فعاليات حيوية وليس فقط اختصار دوره على كونه منصة حوارية هامة. بالفعل، لأنه نجاح الشباب في تنظيم هذا الملتقى على الرغم من المعاناة التي يعاني منها العالم جراء جائحة كورونا، لكن على الرغم من ذلك نجح شباب المنتدى ويعني إدارة المنتدى في استقطاب هذا العدد الكبير من جميع ربوع العالم، 196 دولة ليس بالعدد القليل، أكثر من 18,000 مشارك من هذه الدول، ويتم التنسيق على أعلى المستويات التي شهدناها جميعا، إلى جانب الإخراج المتميز لجلسات المؤتمر أو يعني فعاليات المؤتمر على مدى 4 أيام، كان التنسيق الرائع والدقيق. أعتقد أن الشباب قادر، ورؤية الرئيس لإشراك الكثير من الأطر والمحافل والفعاليات، أعتقد أن المغزى الحقيقي من هذا هو إيمان الرئيس بدور الشباب في قدرته على تنظيم او المشاركه في تنظيم
عمليه استضافه مصر لقمه تغير المناخ في نهايه العام الجاري، اعتقد ان الشباب قادر على المشاركه والمساهمه بجهد في اخراج هذا العمل الدولي الذي ستحتضنه على اروع صوره كما شاهدنا في ملتقى شباب العالم. اشكرك جزيلا استاذ صلاح مغاوري الكاتب الصحفي ونائب رئيس تحرير وكاله انباء الشرق الاوسط.